موجودين في العرض الاول ل The Furnace، قولوا لي متحمسين ليه؟ احمد مالك. لمالك لمالك احمد مالك. يعني انا شفت التريلر لذيذ قوي، وكلنا جايين نتفرج على مالك يعني بصراحه. انا ما شفتش التريلر بس متحمسه قوي لمالك. عشان انتوا اصحاب؟ عشان احنا اصحاب. لا، وعلشان مالك شاي طريق كده very professional وحبيب الكل and عارفينه من زمان، فمتحمسين له ومبسوطين له. واحنا I think احنا كلنا هنا عشان نقول له احنا وراك يا مالك. قولي لي بقى لبسك النهارده ستايل باي مين ومين؟ ستايل باي مين. انا اللي عامله ستايلنج لنفسي. شكلك زي القمر. ثانك يو ميرسي. الفستان بامبا والدايموندز ايرم، والميك اب بتاعي بيري صابر، وشعري توا وبس. حاجات كتير قوي. شفت التفاصيل؟ اتفضلي يعني عندك ايه تاني؟ قول انت. طب انا هم حاجتين، هم حاجتين بسيط جدا. حضرتك ستايل باي ساره بهاء وقميص من مسكوفا عادي. شكرا جدا، خلصت. الموضوع عندكم بيبقى اسهل منا بكتير. اسكت ولا نقول. يا جماعه بيقولوا ايه؟ ايه الافلام اللي انتوا متحمسين لها تاني؟ في 200 مترز بكره. يس. بس هم يعني لحد ده لحد اللي انا يعني عرفت ايه الافلام الموجوده، بس اكيد هنتفرج على حاجات تانية. ده اكيد. هو اي ثينك انه احسن حاجه ان احنا نمسك الكتاب اللي هو بيبقى فيه الكتيب اللي فيه كل الافلام، ونقعد بقى نعلم وبتاع وكده، ونبدا اليوم ايه النهارده. طب يلا بقى ده وده وده. انا دايما بتحمس ان انا اتفرج على كل الافلام القصيره، فانا عامله حسابي ان شاء الله انه اي ثينك ان هم ثلاثه او اربعه سيجمنتس انا رايحه ان شاء الله كلهم. وفي نازين لبكي هتتكلم، كندا هتتكلم، في كذا توك يعني هتحصل، ورك شوب وبتاع، عايزه احضرهم ان شاء الله. طيب قولوا لي. بحاول افكر اللي هو انت عايزه تقولي. انا بحاول افكر على اي سؤال اقوله لكم دلوقتي. انتوا نسيتوني السؤال من كتر ما انتوا جمال بجد. مبسوطه ان انتوا موجودين معانا النهارده. انا راح انا عامل فيك ايه؟ احنا رايحين خلاص ماشي. اليوم السابع قولوا بقى حاجه للتلفزيون. اليوم السابع بنحبكم. بنحبكم جدا. شكرا ان انتوا دايما بتدعمونا. الانستجرام عامل قلق بتاعهم. الانستجرام عامل قلق. اوكي مش كويس انك قلت لي اخش اعملهم فولو دلوقتي.